مرحبا كيفكم صبايا اشتقت لكم كتير كثير لكم في فيديو جديد ان شاء الله تكونوا باحسن حال وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم الساعه ستة واربعين دقيقه صباحا الشمس قويه بس الجو لطيف يعني فيكم تشربوا فنجان قهوه بالبلكون اذا تاخرتوا عن هذا الموعد خلاص صعب كتير كتير انكم يعني تشربوا قهوه بالبلكون الجو كتير حر الايام شوبات جامدين على الاخر فهيك قلنا الصبح بنشرب فنجان قهوه بهالجو الحلو وهالروقان هلا انا بهذا الفيديو حابه اشارك معكم الشغلات اللي عم استخدمها لحتى انزل وزني من اهم الشغلات هي شرب كوباي من المي الصبح بكير لازم تشربوا من كوباي لاثنين من المي هذا الشيء بيرفع عمليه الايد او الميتابوليزم او انه كيف الجسم بيزود معدل الحرق تبعه فكتير مهم انه نشرب مي صباحا بعدين هلا هذا كان فنجان القهوه بس هيك مشان الواحد يفتح عيونه يعني بعدين بدي اعمل شي شغلة يعني افطر فيها هلا انا من الناس اللي ما بتحب تفطر ابدا عندي فنجان القهوة شي مقدس والافطار شي صعب جدا فقلت بدي ساوي شي منه تحلية مع فنجان القهوة ومنه بيعطي طاقة للجسم وكمان تحلية طبيعية يعني اهم شي بهذا الدايت اللي انا عم ساوي اني يعني ما عم باخد لا سكر ولا دقيق ابدا ابدا فبدي ساوي تحلية ما فيها لا سكر ولا دقيق اول شيء عملته فرمت الفول السوداني بالكبه وبعدين جبت هذا التمر هو ناشف شوي يعني مو انه نوعيته طري فهيك غسلتهم منيح وفضيتهم من النوى وكمان حطيتهم بمي شوي صغار هيك ليلينو وبعدين خلطتهم بالكبه فراح اعجن التمر مع المكسرات هلا انا ليش ما استخدمت العجوه هيك حبيت اني ابقى انا عارفه مصدر التمر انه ما محطوط كمان لا سمنه ولا زبده ولا اي زيوت ابدا بدي اياه شي طبيعي من عدا اي زيت وما فيه اي سكريات هلا النظام اللي انا متبعته انه ما باخذ ابدا اي نشويات من الدقيق او السكر خالص هدول بيعتبرون السموم البيضاء اللي كتير كتير بتزود الوزن رشيت اللون ما لقيت قرفه هلا كمان اي نوع مكسرات عندكم فيكم تطحنوه هون انا راح اطحن لون جوز حطيت شوي من الجوز كان عندي يعني هو السوداني والتمر وعجنتهم كتير منيح مع بعضهم وبعدين هيك عملتهم مثل رول وبتفيكن بقى تزينوهم باي مكسرات فيكم تحطوا على شوكولاته دارك فيكم تفردوهم وهون بهاي المرحلة وتحشوهم من جوا يعني شو ما فيكم هون حبيت زينهم بالفستق الحلبي فهيك لفيته عليهم فستق حلبي وبعدين حطيتهم بالفريزر وفيكم تشكلوهم باي طريقه بدكم اياهم حلقات دواير مثل ما بدكم كل شيء بيطلع طعمته طيب أهم شيء إنه إحنا بهاي الوصفة أخدنا تحليه غنية جدا بالالياف بتعطي طاقة كبيرة للجسم فيها فيتامينات كتير كتير منيح لجهاز المناعة التمر وفي نفس الوقت وكمان غني بالبروتين غني جدا بالبروتين وفي نفس الوقت ما بيتخن ليه لأنه إحنا عم ناخد كمية قليلة. اخذ قطعه مع فنجان القهوه انه تحليه مع فنجان القهوه وانه ما اخذنا شيء فيه آه شيء مو صحي بالعكس تحليه كتير كتير صحيه وسمبل وبسيطه مثل ما شفتوا يعني بدقي وانت واقفه بالمطبخ بتسويها هلا بس كان الاحسن انه انتم تعملوه قبل بوقت علشان لما بتجمد بتيجوا بتقطعوها بتتقطع معكم حلقات انا شكلتها هيك بشكل لطيف يعني مع فنجان القهوه بس الاحسن انه انتو يعني انا ثاني يوم لقيت هيك تقطعت حلقات بكل سلاسه معي فالاحسن تنتظروا عليها بس انا ما انتظرت عليها كمان انا حطيتها بالفريزر لما بتحطوه بالفريزر بتدي هيك طعم سائع مع البرد فبصراحه كتير حلو يعني أنا كتير حبيتها وطبعا شو ما عندكم مكسرات ممكن تحطوه مع هالوصفة فجدا عالية الطاقة بتعطي طاقة جدا عالية وكمان ما بتدخن كتير كتير التمر مفيد وصحي جدا جدا وطبعا المكسرات فهيك بكل روقان رح نساوي فنجان قهوة تاني هذا فنجان صباح الخير بس قبل بدي اورجيكم المشتريات اللي انا جبتهم بالمره اللي فاتت المره فاتت لما نزلت على السوق صورت لكم جوله التسوق بس ما صورت لكم المشتريات هلا لانه في مشتريات خاصه باوضه كريم فبدي اصور لكم اياها بفيديو منفصل بدنا نعمل هيك شويه ترتيبات بالاوضه عند كريم فهيك صورت لكم بس الشغلات البسيطه جدا اللي جبتها للمطبخ هلا هدول الاكياس محطوطين هيك بكيس كيوت كثير شكله عاملين مثل الطواقي هيك بتغلفوا فيهم الاطباق كثير عجبوني بصراحه تاني كتير كتير عمليين وقت حتى بتحطوا بسكوت شي شغله بتحبوا تحطوها بالمطبخ مثلا بتخافوا يجوا عليها شي بتحطوها وقت بدكم تحطوه بالثلاجه مثلا ما في علب ممكن تغطوهم فيهم انا دائما بحفظ الاكل بالثلاجه بالعلب مثل ما لكم تنظيم الثلاجه اكتر من مره بالفيديوهات اللي قبل اذا بتحبوا في كون ترجعوا لون. جبت هذا المج عن جد كتير كيوت وحلو هيك جود مورنينج حبيت احطه مكان المج الازرق اللي انا حاططه في خريطه مصر على بمكنة القهوة هيك بتفوتي المطبخ بتحسي كأنه هيك كلمة جود مورنينج قدامك الصبح فكتير حبيته وهذا كمان علبة المناديل هاي محتارة لسه حطها بالمطبخ ولا بأوضة كريم ولا جيب واحدة تانية والله لسه ما بعرف بس شكلها كتير كيوت هي بلاستيك بس بتحسوا خام معطي على خشب عشان من فوق فبصراحة كتير حبيتها يعني شكلها كتير لطيف وجبت كمان تبع ايه تنشيف الاطباق فهوني علقتهم للاكياس كتير شكلهم هيك كيوت وحلوين تغطوا فيهم الطبق ايه ما بعرف انا حسيتهم كتير زراف يعني لحفظ الاكل ايه صبايا هلا خلينا نكمل النصايح اللي بتخلينا نخسر وزن مثل ما قلت انا الطريقه اللي انا معتمدتها اني بوقف السكر والدقيق على الاخر يعني ما باخذ ولا سكر ولا دقيق كميه الرز بقللها على الاخر يعني نظام لو كارب باخذ الفواكه بكميه كمان معتدله ما بكتر كتير من الفواكه وما بقلل كتير بحاول كتر من الخضار لانه بتحتوي على نسبه عاليه جدا من الالياف ممارسة التمارين الرياضية والمشي من أهم الشغلات اللي بتعلي مستوى الأيض والحرق بالجسم ليه؟ لأنه بتخلي الجسم هيك يعني شو بدي لكم بيحرق الأكل نشيط الحركة هيك بتعطيكم كمان هيك نقاها بتحسوا التنفس مستوى التنفس تبع تبعكم صار طبيعي كلكم قوة وحيوية ونشاط خاصة السن الصغير العمر بيمضى بسرعة يا جماعة فنلحق حالنا ونساوي رياضة قبل ما هيك يعني سبحان الله مفاصلنا تتعب فلازم هيك الحركة بركة ونشاط فكتير حلو انه احنا نساوي الرياضة مثل ما قلت لكم انتوا عشان تقطعوها بطريقة اسلس من هيك انا ما ما حطيتها عشر دقايق مسافة ما صورت لكم وبعدين طلعتها هي لا المفروض من قبل بيوم فهوني كانت طرية شوي فانا شكلتها هيك عملتها بهدول تبعون الكب كيك الصغار هدول تبعون الكيك بوبس فانا حطيتهم فيهم لقيت شكلهم كتير حلو هيك مع فنجان القهوة هيكي كتير لذيذين هيك قطعة صغيرة بتعطيكي طاقة طعم طيب حلو بتمك هيك مع فنجان القهوة بتحسسك كمان انك انت منك محرومة من الشي الحلو بالعكس عم تاخدي شغلات مغذية ويعني تعبانة على حالك ومدللة حالك فهيك بيكون الرجيم ذكاء ودلال ما بيكون الرجيم عقاب و وحرمان ابدا ابدا بالعكس بيكون ذكاء هيك وتفكير وتدبير هيك صار فنجان القهوة جاهز والتحلية جاهزة هيك صار آخر روقان هلا الشغلات الثانية أنا بعملها بصراحة أنا بدي لكم بكل صراحة أنا كيف بنزل وزن اللي أنا معتمدة. الخبز أنا بمنعه نهائيا يعني أنا بقدر وقف الخبز خالص بس فيكم تستخدموا توست اسود توست اسمر عفوا خبز الرده قطع صغيره يعني ما تكتروا اذا بتحبوا او اذا ما فيكم تستغنوا لانه هي طبيعه الاكل في ناس بتحب كثير الرز باكلها في ناس بتحب الخبز اكثر في ناس بتحب المكرونه اكثر في شغلات ما بتقدروا يعني بتضعفوا قدامهم اكثر فالشغله اللي أنتوا بتضعفوا قدامها اكثر خذوا منها كميه قليله والشغله اللي انتم ما بتحبوها ما بتفضلوها اقطعوها خالص يعني انا الخبز ما بحب الاكل بخبز ابدا انا لانه ما بحب افطر دائما افطاري هيك فنجان قهوه شغلة على السريع فما بحب ما باكل خبز والغدا عندي بالبيت اكتريته رز وخضار او مكرونه او هيك فباخذ كميه بسيطه جدا من الرز بالغدا حوالي ثلاث معالق رز هدول اللي انا حاططهم لحالي وباخد ما باخد عيش ابدا وباخذ فواكه ومثل ما قلت لكم لو كارب الشغلات اللي فيها دهون خالص منعتها طبخي بيكون هيك بنقطة زيت بزيت زيتون اذا موجود بيكون صحي كتير كتير فهيك يا صبايا بنحاول انه احنا نحافظ على صحتنا لانه عن جد انا هذا النظام هلا بدي مشي عليه نمط حياه مو هذا الكلام انه انا ما راح اعمل حلويات لا اكيد طبعا عندي اطفال وبيجيب بالهم وبيشتهوا وجع بالهم ولازم ساوي ولازم اعمل بس بالاغلب بدي كتير كتير قلل من الحلويات فهيك اليوم حبيت على الغداء ساوي لهم فاصوليا بيضة ثم انا بالفترة اللي بعمل فيها رجيم كتير بحب اعمل طبيخ كتير بحب اطبخ ما بحب اعمل صواني كتير كتير بحب اطبخ بحس انه الطبيخ بيشبع لما هيك بتحطوا طبق مليان خضار مع شوية الرز وقطعة اللحمة أو البروتين الفراخ دجاج سمك حي الله حسب الأكلة اللي عندكم بتحسوا إنه أنتوا بتحسوا بالشبع أنا عن أنا عم بحكي لكم تجربتي يعني تجربتي وخبرتي لانه نزلت وزن اكثر من مره، خسرت وزن اكثر من مره، في مره من المرات وصل وزني لشيء و40 كيلو، يعني انا برضه اني تخينه كثير، بس من فتره لفتره بنتبه، يعني احيانا بترك حالي مثلا كم شهر وبس ابتدي زيد خلص باخد بالي بنتبه وبحب انه ظبط اموري. هلا هون تتبيلة الدجاج بحب كتير له الثوم والكاري يعني من التوابل اللي كتير مفضله عندي بالدجاج الثوم والكاري ملح وفلفل اسود بعد ما بسلقها انه بحب اطبخ بالشوربه تبعها خاصة الرز المصري آه لانه هون بمصر ما بنعمل الرز البسمتي أي اكتر شي بنعمل الرز المصري فالرز المصري كتير اطيب لو انتو طبختوه بالشوربه بشوربة الدجاج يعني بمرقة الدجاج بيطلع كتير أطيب طعمته بتطلع مزبوطة مية بالمية فمثل ما شايفين أنا معايرة لحالي ثلاث معالق بس من الرز ما بزود عن هيك وبحط خضار على قد ما فيني هلا أنا مساويتها مثل ما شفتوا أنا بالأول قليت بصلة مع الفاصولية بعدين حطيت لها البندورة كنت ضاربتها بالكبة ليطلع قوامها خشن شوي ما بضربها بالخلاط ومتاركتها هيك لا تتسبك ببعضها بالشوربة بالملاح بالفلفل الأسود يعني طعم طب تأخذ العائل كتير صحية طماطم كتير مفيدة فيها مادة اسمها الليكوبيين بتحمينا من السرطانات خاصة إذا كانت مطبوخة يعني متعرضة للحرارة فهي المادة بتكون أفضل يعني بتعطينا نتيجة أفضل ناكل الطماطم بتلبس بالسلطة هيك قطعه البروتين مع ثلاث معالق الرز طبق مليان من الخضار الحمد لله رب العالمين هيك الواحد بيشبع وبيروق وبكون منه محروم ابدا حبيت بالليل ساوي لون مهيتو كتير طالبينه مني الاولاد فانا عندي اي مشروب بالستيفيا جاهز يعني بس حطيت له ليمون ونعناع وثلج من المشروبات اللي بتعلي الحرق وانا كثير مجربتها وفعلا بتعطي نتيجه كثير سريعه الشاي الاخضر والكاموميل خاصة الكاموميل قبل ما تناموا كتير بيعلي مستوى الحرق وبساعدكم انه تخسروا دهون، الشاي الاخضر لازم تزودوا شوي يعني مو كاسة واحدة باليوم، حاولوا توصلوا لمعدل قرب الخمس كوبايات من الشاي الاخضر باليوم، هذا بيساعدكم على زيادة معدل الحرق عندكم بنسبة كتير كتير كبيرة وانه كمان تضبطوا معدل النوم عندكم تاخذوا 8 ساعات كفايتكم من النوم كمان كتير كتير مهم جدا لزيادة الحرق بتمنى انه تكونوا استفدتوا مني بنصيحة هيك تخلي حياتكم افضل تخلي صحتكم افضل هيك وتكونوا انبسطتوا بالفيديو وعجبكم وحبيتوه لهيك حابة أطلب منكم إذا وصلتوا لهون بالفيديو إنه ما تنسوا تشتركوا بالقناة لأنه انتو لما بتدوسوا زر اللايك من إيديكم الحلوين ترفعوا لي الفيديو بيوصل لعدد أكبر خاصة كمان لو سويتوا شير كتير كتير بتشكركم على وقتكم الغالي اللي عم تعطوني إياه وعلى تشجيعكم وعلى تعليقاتكم الحلوة اللي عم تتركوا لي إياها الله يخلي لي إياكم يا رب وما يحرمني منكم أبداً والله ما بتعرفي يا صبايا قد ايه تشجيعكم الي هيك بيعطيني طاقة ايجابية وبيعطيني هيك تحميس بينشطني اني اساوي لكم فيديوهات اكثر واكثر بتمنى هيك القناة تكبر فيكم دائما هيك وتزيد صبايا مثل ما قلت لكم من ضمن النصائح كانت الرياضة هي اهم شيء اذا ما بتقدروا تعملوا رياضة ابدوها بالمشي في عندكم فيديوهات على النت ممكن تكتبوا ووك ات هوم اللي هي مشي بالمنزل في ليزلي انا كنت مجربتها قبل هيك فيديوهات هي مدربه امريكيه هي اللي عملت نظام الووك ات هوم كتير راح تساعدكم انه انتو تخسروا وزن في فيديوهات ووك ات هوم واحد ميل وفي منها ثلاثة مايلز فمن فضلكم اذا بتحبوا انو انه تعملوا رياضه تكون خفيفه ومجرد انه تمشوا بالبيت جربوا هاي الفيديوهات كتير كتير رح تعجبكم التختاي الأولاد بيبلوا قلبهم هيك شي بارد وكمان صحي يعني ما بحب جبلون مشروبات غازية فيها سكر كتير انت ما شفتو متحلية بسكر ستيفيا فحبيت كمان ساوي هيك شجعوني <applause> لما حسيتهم ان انتعشوا فطبعا تعرفوا سكر ستيفيا طبيعي انه تاخدوه بالدايت ما بيزود الوزن فكتير برضو صحي ومناسب هلا انا حابة اعمل لكم فيديو عن الادوية اللي بتساعد على زيادة الحرق فاذا حابين هذا الفيديو لانه بصراحة انا ما بحب كتير احكي بالادوية بس الدنيا صيف يعني وهلا وقت كتير الناس بتفكر انه تنزل وزن فاذا حابين تستفيدوا يعني او حابين تاخدوا معلومات عن الادوية اللي بتساعدكم تنزلوا وزن سواء أدوية سواء شغلات طبيعية من فضلكم اكتبوا لي بالكومنتات إذا لقيتكم كتير مهتمين بموضوع الأدوية اللي بتساعد الجسم إنه ينزل بالحرق وما يكون لها سايد إفكت كتير عالي فبليز اكتبوا بالتعليقات وأنا إن شاء الله بإذن الله تعالى رح ساوي لكم فيديو مخصوص عن الأدوية اللي بتعلي مستوى الحرق بتمنى من قلبي تكونوا استفدتوا وحبيتوا فيديو اليوم بحبكم كتير كتير من قلبي الله يديم عليكم الصحة والعافية والأمان يا رب العالمين أمين باي باي سلام